لذلك فلا بد أن نعيد دفاعاتنا على المدى البعيد. وغدا سيلتقي قادة النيدو حتى يؤكدوا على دعمهم لأوكرانيا. أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ونحن سنساعدهم ليتمسكوا بهذا الحق المبدئي. من عام 2014 لقد دعمنا القوات الأوكرانية وزدنا من قدراتهم، ونحن نقوم بهذه التدريبات ويطبقونها الآن ما قد دربناهم به على الأرض في أوكرانيا. وفي الأشهر الأخيرة قد دعمناهم بشكل أكبر، وقد زودناهم بمضادات للمدفعية ومضادات للطائرات وذخيرة وتزويدات وطائرات مسيرة، كما أننا قد استقبلنا ملايين من اللاجئين. وغدا أعتقد أننا سنوافق أيضا على حزمة جديدة من المساعدات بما فيها المساعدات السيبرانية وأيضا الأجهزة التي ستساعد أوكرانيا لحماية نفسها من الهجوم الكيميائي والبيولوجي والهجوم النووي. السيد بوتين الرئيس غزوه ليس وهذا يسبب ألما كثيرا، وسنقوم بما نستطيعه لمساعدة أوكرانيا، ولدينا مسؤولية أن نتأكد أن الحرب لن تذهب إلى أبعد من أوكرانيا ولن تكون ما بين حلف الناتو وما بين روسيا، لأن ذلك سيدمر إلى أبعد من ذلك وسيتسبب في الوفيات أكثر من ذلك والقتل. وأيضا سنحمي كل الدول التي قد تكون تحت الخطر من روسيا بما فيها جورجيا والدول الأخرى، وسنعمل مع الاتحاد الأوروبي. لابد أن نساعدهم على الحفاظ على سلامة واستقلال أراضيهم. إن لدينا تغييرا جذريا في الحماية والأمن، ونحن نتوقع أننا سنتعامل مع دور الصين في هذه الأزمة. إن الصين ينبغي أن تختار طريقها. لقد دعمت روسيا بشكل سياسي بما في ذلك نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، وقد زودوا دعم روسيا المعلومات المغلوطة. نحن نتوقع من روسيا أن تتمسك بالقوانين الدولية وبمسؤولياتها وأن تتحد مع باقي العالم في الطلب إنهاء هذه الحرب وإحلال السلام. وأيضا هناك تعقيدا لحرب السيد بوتين، إن القرار الذي سنتخذه غدا سيكون له تعقيدات وتداعيات كبيرة، فإن دعم الحماية والأمن سيكون له تطلبا بأن نستثمر أكثر في هذا الأمر، وهذا أمر ضروري ومستعجل جدا. من بداية هذه الأزمة أوروبا وأمريكا الشمالية قد وقفت مع بعض ومتحدة وما زالت متحدة وضد العدوان الروسي وتدعم أوكرانيا وتدعم كل حلفائنا وتحمي